السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية طلاب من الأعزاء. نحكي الآن عن الفيتال هيد ديامتر. الفيتال هيد ديامتر is very important، القياسات تبعون الفيتال هيد. هذول الفيتال هيد ديامتر التيرم، شو يعني التيرم؟ لما يكون البيبي 37 ويك، يعني هذول ننتبه انهم هم عبارة عن الديامتر، عبارة عن انتيريور، في عندنا انتيريور بوستيريور ديامتر، وفي عندنا ترانسفيرس ديامتر. في عندنا قياسات انتيريور بوستيريور اللي هم هذول القياسات، في عندنا 1 2 3 4 4 قياسات، هي القياس الأول، هي القياس الثاني، هي القياس الثالث، القياس الرابع. وفي عندنا ترانسفير ديامتر، في عندنا تو ترانسفير ديامتر، هم الباي بايلاترال ديامتر اللي هو البي بي دي، والباي تمبورال ديامتر اللي هي بي تي دي. هسه وفي عندنا الهيد سيركمفرنس اللي هو محيط الراس. هذول هم القياسات تبعون الفيتال هيد ديامتر. انتيريور بوستيريور اللي هي من الامام للخلف، ترانسفيرس هم القياسات العرضيه من العرض، والهيد سيركمفرنس هو محيط الراس. في عنا راح اخذ بهذا الفيديو انا قياسات الفيتال هيد ديامتر، مهمه جدا. الفيتال هيد ديامتر لازم تتوافق مع البلفيك ديامتر. اذا كانت الفيتال هيد ديامتر، فيتال هيد ديامتر، اذا كانوا اكثر واعلى اكبر من البلفيك ديامتر، اكيد راح يصير عندي فيلر تو بروجريس، ويصير عندي اوستركتد ليبر. فيلر تو بروجريس ويصير عندنا اوستركتد ليبر، وهاي راح تنتهي بايش؟ بسيزيريان سكشن. يمكن تنتهي حتى بإيش؟ إذا 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 ولدناها نوجندر راح تنتهي بتروما، اللي هي بيرث كانال تروما، راح يصير عندنا تروما أو تروماتيك ديليفري، تروما أند تروماتيك. لذلك مهم جدا نعرف إنه الفيتال هيد ديامتر لازم يكونوا يتوافقوا مع البلفيك ديامتر، لازم يتوافقوا ويكونوا أقل من البلفيك ديامتر، لازم الفيتال هيد ديامتر يكونوا أقل، يعني البلفيك ديامتر لازم يكونوا أكبر من الفيتال هيد ديامتر. هسا عشان نعمل سيف نورمال فاجينال ديليفري، شو هم الفيتال هيد ديامتر اللي هم في عندنا حسب الاتيتيود تبع الفيتال هيد او الكفالي برزنتيشن. اذا كان فيرتكس بنسميه سب اوكسيبيتو بريجماتيك، هذا هو سب اوكسيبيتو بريجماتيك، سب اوكسيبيتو هي سب اوكسيبيتو بريجماتيك. هذا القياس مقداره 9.5 سنتي، هو اللي هو عباره عن لارجست anterior posterior fetal head diameter لما البيبي يكون الاتيتيود تبعه فيرتكس، لما يكون فل فليكشن. هذا اسمه سب اوكسيبيتو بريجماتيك، مقداره 9.5 سنتي، وهذا سيف انه البيبي يتولد نورمال فاجينال ديليفري. لما يكون ميليتري اللي هو عباره عن بارشل فليكشن بسموه اوكسيبيتو فرونتال، بسموه هيو اوكسيبيتو فرونتال، اوكسيبيتو فرونتال. هذا قديش مقداره؟ 11 سنتي. هذا كمان سيف انه يتولد نورمال فاجينال ديليفري. لما يكون فيس، لما يكون فيس هذا بسموه اللي هو سب منتو بريجماتيك، سب منتو بريجماتيك. هذا سب منتو بريجماتيك مقداره 9.5. هذا اذا كان منتو انتيريور مولد نورمال جان ديليفري، اذا كان منتو انتيريور مولد نورمال جان ديليفري. اما اذا كان منتو بوستيريور، لا، هذا يا مستنى عليه قبل ما يلف منتو انتيريور، اذا ما لف لحاله مولد سيزيريان سكشن. بيظل عندنا البرو اللي هو هذا مهم جدا. البرو القياس تبعه اسمه فيرتيكومنتال، بسموه ايش؟ فيرتيكومنتال، يعني من الفيرتكس، من الفيرتيكومنتال يعني من المنتل بون بناخذ فيرتيكال لاين. هذا القياس كبير، لاحظ 13.5 سنتي. هذا القياس 13.5 سنتي مستحيل اذا ظل برو انه يتولد شماله يتولد نورمال جان ديفر. لذلك هذا ابسولوت انديكيشن، اذا ظل برو ابسولوت انديكيشن فور ايش؟ فور سي اس. احنا غالبا نستنى عليه البرو انه يلف، يا يعني انه يصير فيتو بارشل افليكشن او فل افليكشن، يعني يصير ميليتري او فيرتكس، او انه يصير فيتو فل اكستنشن يصير فيس. اذا لف لا ميليتري او فيرتكس او فيس، هي ولدنا نورجان دبري. اذا ما لف ظل برو راح يتولد سيزارين سكشن. هسه ننتبه طلابنا للترانسفيرس ديامتر تبعون الفيتال هيد. في عندنا باي بايلاترال ديامتر مقداره 9.5 سنتي، والباي تمبورال ديامتر، اكبر باي تمبورال ديامتر الترم بيكون 8 سنتي، هذول بدنا نعرفهم. الهيد سيركمفرنس 34.5 سنتي، هاي القياسات الطبيعيه للفيتال هيد، ارجوك ركزوا عليها. نوريكم صور لها، هاي الصور لها بوريكم بس صور لها سريع. هاي الصور لها الفيتال هيد، الانتيريور بوستيريور ديامتر، في عندنا ترانسفيرس ديامتر، وفي عندنا هيد سيركمفرنس. الانتيريور بوستيريور ديامتر حكينا سب اوكسيبيتو بريجماتيك، هذا السب اوكسيبيتو بريجماتيك كان سب اوكسيبيتو بريجماتيك، كان يجي مع الفيرتكس، كان يجي مع الايش؟ مع الفيرتكس، مقداره 9.5 سنتي. بين السبمنتو بريجماتيك كان يجي مع الفيس، مع الفيس السبمنتو بريجماتيك، هذا كان مقداره 9.5 سنتي، وهذول بتولدوا نورجان ديفري. بالفيس حسب المنتو انتيرور ومنتو بوستيرور. في عندنا اكسوبتو فرونتال، اكسوبتو فرونتال هذا كان يجي مع الميليتري، مع الميليتري، وهذا مقداره 11 سنتي. في عندنا سوبرا اوكسوبيتا،
سوبرا اوكسيبيتو منتال، او بسموه منتو فيرتيكال، سوبرا اوكسيبيتو منتال او منتو فيرتيكال. هذا 13 ونص، 13 ونص سنتي، وهذا بيجي مع البرو، بيجي مع الايش، مع البرو، وهذا سيزيريان سكشن اذا ظل برو. ترانسفيرس ديامتر بايبريتال 9 ونص، والبايتمبرال 8 سنتي. السيركمفرنس الافرج التيرم بيكون 34 ونص سنتي. هاي مهمة جدا نعرفها. هاي القياسات مرة أخرى، هاي هي هذا اللي هو سب، هذا اللي هو سب منتو إيش، سب منتو بريغماتيك، بيجي مع الفيرتك 9.5. هذا اللي هو سب هذا مسميه احنا سب منتو، هذا مسميه عفوا سب اوكسيبيتو بريغماتيك، هذا مسميه سب اوكسيبيتو بريغماتيك 9.5. هذا سب منتو بريغماتيك اللي هو 9.5، هذا بيجي مع الفيس، هذا بيجي مع الفيرتكس. في عندي اللي هو فيرتيكومنتال، فيرتيكومنتال هذا او بسموه سوبرا اوكسيبيتو منتال، هذا 13 ونص سنتي بيجي مع البرو. وفي عندنا الاكسيبيتو فرونتال، هذا بيجي مع الميليتري ومقداره 11 سنتي. هذول بوسيبل ريبريزنتنج ديامتر اوف ذا افريج تيرم في تلسكال، لابد احنا نكون عارفينهم. هاي مره اخرى القياسات مبينين. هون عندنا البايبريتال ديامتر اللي حكينا 9.5 سنتي، وفي عندنا البايتمبرال 8 سنتي. هاي المنطقه بسموها اوكسيبيت، وهي السينك سينكيبوت، هاي المنطقه بسموها سينكيبوت. سينكيبوت اللي هي اذا اجى سينكيبوت غالبا بيكون ميليتري، بيكون ميليتري اذا اجى سينكيبوت. سينكيبوت برزنتيشن يعني ميليتري، يعني ميليتري سينكيبوت. واضح؟ ارجو انكم تنتبهوا لها لهي النقطه اللي هو الفيتال هيد ديامتر، بسال عنه بالامتحانات. في الموضوع اللي بعديه راح اخذ البلفيك ديامتر واهميته. يعطيكم الف عافيه طلابنا الاعزاء.